يسعى مركز الجزيرة للدراسات لتعزيز الحوار حول قضايا المنطقة وبين الفاعلين في المنطقة، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي هذا السياق يأتي المنتدى السنوي للجزيرة الذي ينظمه مركز الجزيرة للدراسات، ليشكل منصة للحوار الجاد والموضوعي والعميق حول قضايا المنطقة وحول التحولات في المنطقة. منتدى الجزيرة 11 لهذه السنة سيناقش قضية أزمة الدولة والنظام الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نتطلع لأن يسهم الحوار بين قادة الرأي وصناع السياسات والمفكرين وكافة الفاعلين في توضيح الصورة أكثر، في بلور الأفكار يمكن أن تساهم في معالجة القضايا المرتبطة بإصلاحات المطلوبة في هذه المنطقة. نتطلع لمشاركة الجميع، متابعة لجلسات المنتدى عبر الجزيرة مباشرة عبر منصات الاجتماع والتفاعل معها لنجني ثمرة هذا الحوار إن شاء الله.